السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا في مستوى الأصالة، اليوم درسنا تحليل الفرق بين مكعبين صفحة 31. نخش طول على المسألة ودي نوريكم قانون فوربيه. أول مسألة عندي س تكعيب ناقص 27، كيف نحل؟ عندي قانونين، عندي قانون لما تكون الإشارة موجبة وعندي قانون لما تكون الإشارة سالبة. القانون طبعا هاني مسألتي شنو إشارة سالبة، يبغى نستخدم القانون الثاني اللي هو بالإشارة السالبة. تمام، كيف ندير؟ قالي ألف ناقص باء، يعني السنجل من هذا شو معناها سنجل؟ يعني مفردة، يعني سين تكعيب تربيعها شنو؟ سين تربيع صح؟ بي سين وحدها شنو؟ هي ألف قلتم بها. تمام، وزائد إن هذه ألف وهذه باء، لما يقول لي ألف وباء يعني الأولى ألف قصد بها الأولى، ولما يقول لي باء يعني قصد بها هذا. تمام، باء قال لي ألف ناقص باء شو معناه؟ يعني حنقول له طب هو نزل المسألة كيف ما هي، أنا س تكعيب ناقص 27 نقول يساوي، نفتح قوس ألف ناقص باء يعني س السنجل من هذه شنو؟ ثلاثة، باء علموها سنجل معناتها مفرد. بعدها نفتح قوس أخرى اللي هو هذا ألف تربيع، هذه تربيع سين تربيع، قانون عوض عادي جدا، زائد ألف في باء، ألف في باء مش هذه في هذه، هذين تكعيبات، لا ألف في باء يعني كأن هذه في هذه اللي هي شنو؟ ثلاثة سين باء، وزائد باء تربيع اللي هي شنو؟ هي تسعة. تمام، بس هذه حال المسألة اهو. بشوف مسألة ثانية، صفحة 32 مثل 25 جيم اللي هو 1 على 27 سين تكعيب ناقص 27 صاد تكعيب. هاي أول حاجة بنطبق، هاي نطبق القانون بتاعي اللي هو ألف ناقص باء، هذه كيف نجيب مفردها؟ هذه تلت مفردها عادي، يعني نعتبر كسر رقم، يعني احنا عادي ما عرفناش بكل، ما عرفناش ندير وخلاص حنا نجيبوا الآلة الحاسبة. هاي ريتو فوق هنا هو جذر صح؟ فوق الجذر مكتوب بالأصفر جذر تكعيب، خلاص كيف نطلع؟ ندير شيفت كذا أو طلع لي الجذر التكعيب بتاعي، خلاص نكتب 1 على 27، عفوا درت 24 أهو تلت. تمام، خلاص يبقى هذا شنو؟ هذا 1 على 3 سين ناقص 27 صاد تكعيب، كيف نخلي هذه مفردة؟ اللي هي 3 صاد. تمام، نفتح قوس الكبير توا اللي هو هذا ألف تربيع اللي هو 1 على 9 سين تربيع، زائد ركزوا في الإشارات هذينا، ريتو هنا إشارة سالبة نزلت إشارة سالبة هنا، بعدين كده الموجبات هنا موجب هنا نزلت موجب هنا، لكن هنا سالب وهنا موجب، ركزوا. ب ألف في باء هاي يعني هذه في هذه في هذه التلات تلت بتمشي مع التلات هيكي وهيكي، تقعد لي لا سين في صاد صح؟ خلاص حطوا سين وصاد، نعود هنا للي ما فهموش شي، تلت سين في تلاتة صاد، التلات هذه تعدي مع التلات هذه هتقعد لي شنو؟ سين في صاد زائد باء تربيع اللي هو هف تربيع هتقعد 9 صاد تربيع. تمام، ونسكر القوس وهذه إجابة المسألة. بس هذا هو، يعني خذيت مثال سهل وخذيت مثال واعر، والكسور نفس الجو يعني ما تدورونش، وحلته في رقم جاك مثلا 125 تو في صفحة 31 في مثال باء في 125، كيف نجيب أنا المفرد منه؟ هذا ندير شيفت تكيبكي 125 خمسة. تمام، يعني أنا لو ضربت 5 في 5 في 5 حيطلع لي 125 اللي هو التكعيب بتاعي، لكن أنا مرات ما نعرفش لأن مش قاعد في جدول الضرب، لكن لما تجيني 27 سهل نقدر نطلع 27 يعني 9 3 عفوا. تمام، اللي نوع حلوفين ديروا بالآلة، موافقين إن شاء الله. إن شاء الله الفيديو الجاي حنشرح فيه ورقة المراجعة.